وديجيارن تورات تسرة ثنورار تيرين أرغان يتوغن دي ثندين تنبوزة كارن دي الإقليم نقلميم يتواجع إجنواس تغري خطوار نسنسرة أرغان زي غصيص نسقي من طمنات الاستشارة تفجعت سويزاك تسنتو تنيغ تمسمون تبدن غورارا واسن تغري دي حضان خربين تمية وزير تمسمونين لحسين أمزل ياسين حوقد رضوان الصديقي. السد نسير غاد المود إيغاتي زيويد تيدي سورين غود غار نغدي قرنت مية وسين ذات مسمونين يدولنا سدك نورغانا فدا دي السنة يمينوتنا غد استراتيجي تلف تزيك زات غلافت نتكرز غد مازير تنغا اللي واتسنا سبغل نتدك تد أرغان عرفت واحد القفزة نوعية وخاصة مع مخطط المغرب الأخضر. الآن كنتكلموا على الأرغان الفلاحي شأنه شأن زراعات أخرى اللي كيحدى بعناية خاصة من طرف وزارة الفلاحة. أول تحدي وهو الاهتمام سماستين الشجرة يد عن طريق أنه الفيدرالية دارت عدد البرامج وهو الغرس. ثاني التحدي وهو أنه المد الأولية أفياش وهو إخصاء التفر خاصة دار التعاونية. المشكل الثالث وهو التسويق. فأرغان كليسن يا العدد قيس الاسف عرفتو سماستين برا وريت تحول غمستين غي القيمه المضافات لا غمستين برا ارتيتاوينات برا اما الصحه رقيسة مستقر في بزوسين اللي زدين تدكت نورغانا فدد في سنه الاستراتيجيه تزراويين غومني دادا سلاوناك اللي غتكات رقانت غيلادا تديكانا تنتفلح حتى ميادا يتيوسكر غول مقارن بيزاكرنا اسكلو نورغانا اصلا فرادا نتفلحتا ورغانا اللي ميلان نظر مقرنين من ينسى الهدف الاساسي ان دويات ايجاد انه المنطقه ان الجهات كلمي موادنون تستافد المشروع يعني المشروع مقرن اسمه الارغان الفلاحي يكشم في اطار الورش المخطط المغرب الاخضر لانه حقيقه المنطقه نقلمي من تتيغان اخر المناطق ومس الامتداد للمغرب في اتجاه الصحراء اللي غير ورقان وبالتالي خص الساكنه التعاونيه النساء اللي تشتغلين غير المجال ورقان تستافد من المشروعات. تدك نورغان غيلاد اللي صدرنا التسيت انفاليت انت مازيرتا تقولات اي سيتا مضلانتا تنافقانتا غير في قناه توك تنتوري التي اللي تيفوتها تلكما ودقيسي سوري